هناك كثير جدا من السيدات بتعتقد ان اللجوء الى الحقن المجهري وهم حملوا قبل كده ان ده مشكله كبيره، او بتعتقد انه مش لازم نعمل حقن مجهري طالما احنا حملنا قبل كده، وبتعتقد ان الحقن المجهري ده معمول للسيدات اللي هم عمرهم ما شافوا حمل قبل كده او بيعانوا من اي مشاكل. وعشان كده الرساله اللي احنا عايزين نوصلها النهارده انه ما تديش فرصه للحمل الطبيعي كتير، وما تضيعيش وقت في الفحوصات والتحاليل الطبيه والانتظار عشان يحدث حمل بصوره طبيعيه. اذا تم تاخير الحمل بصوره غير طبيعيه، اذا احنا عملنا كل الفحوصات اكتشفنا ان تحليل السائل المنوي للزوج كويس جدا، اذا كنت انت عملتي متابعه تبويض واكتشفت ان التبويض بتاع حضرتك ممتاز، واذا كان عملتي اشعه بالصبغه عشان لو كنت ولدت قيصري قبل كده عشان تتاكدي انه مفيش اي التصاقات او التهابات داخل قنوات فالوب، فثقه تماما وان كانت فرص الحمل الطبيعي قائمه عند حضرتك ولكن بتقل من مرور الوقت. فاذا عامل السن بالنسبه لك مهم جدا، فما تاخريش وقتك ان انت تضيعي هذا المجهود ومخزون المبيض في متابعات التبويض التي لا طائل من ورائها، لان احنا بعد مرور فتره زمنيه معينه اذا لم يحدث حمل بصوره طبيعيه هتلجئ الى الحقن المجهري. فانا النهارده الجا الى الحقن المجهري وانا عندي 30 سنه احسن ما الجا للحقن المجهري وعندي 35 سنه. لانه الحقن المجهري مرتبط بنسب نجاح. وطول ما انا اخذت القرار المناسب في الوقت المناسب ولجات الى الحقن المجهري في التوقيت المناسب، ثقه تماما انه هتكون نسبه النجاح عند حضرتك عاليه جدا، وفرص حدوث الحمل للمره الثانيه او الثالثه بتبقى عاليه جدا. الرسالة اللي أنا النهاردة عايز أوصلها للسادة المشاهدين إنه إذا كنت أنت حملتي مرة أو اتنين قبل كده، مش عايزين تنتظري المزيد من الوقت، لا تنتظري المزيد من إجراء الفحوصات الطبية، لابد أن تتخذي القرار المناسب لحضرتك. ومش لازم يكون في مشكلة عشان تعالجيها. في بعض الناس ممكن يكون عندهم التصاقات في الأنابيب بعد عملية القيصرية، أو في بعض السيدات اللي ممكن يحصل لهم التهابات في قنوات فالوب وخاصة للمجموعة اللي بتستخدم اللولب في منع الحمل. المجموعة دي إذا كان هناك التصاقات عنيفة تؤدي إلى تأخر الحمل، أو هناك التهابات عنيفة نتيجة تركيب هذا اللولب، في الحل الأمثل والخيار الأصوب لهذه الحالة في هذا التوقيت هو اللجوء إلى الحقن المجهري مباشرة. مش لازم يكون عندنا فترة زمنية علشان نلجأ إلى الحقن المجهري، مش لازم يكون عندي مشكلة كبيرة في الأنابيب والالتصاقات في الأنابيب والتهابات في الأنابيب وأصر على استكمال مرحلة الحمل الطبيعي. لابد أن نأخذ بالأسباب، لابد أن نجتهد، لابد أن نعلم إذا كان هناك سبب يؤخر حمل ويتم علاجه طبقا للقواعد الطبية المعمول بها، أو أن هذا السبب لا يمكن الشفاء منه أو لا يمكن التعامل معه بالطرق الطبية التقليدية. فإذا كنا احنا كده مش هنقدر نتعامل مع هذه الأسباب التي تؤدي إلى تأخر الحمل بالطرق التقليدية العادية، فبيكون الخيار الأنسب لنا هو اللجوء إلى الحقن المجهري.